قبائل سينا أبطال. سينا من فضل الله كلها أبطال. وأنا لي الشرف أكون واحد منهم. كل قبائل سيناء اشتركت في مقاومة قوى الشر. التكاتف هذا بين قبائل سينا والقوى المسلحة من قديم الزمان. هو دورها الأساسي كان بتوصيل المعلومات السرية اللي بتاخدها من المجاهدين وتنقلها للقوات المسلحة، تخبيها في هدومها وبتطرز عليها بالإبر. بنفتقدها إن بتقعد بالشهرين بالثلاثة ما بنشوفهاش. صوابع رجليها كانت سود من المشي على الرمال وهي سخنة، كانت بتعمل تجلط في الدم. سينا كلها أبطال وأنا واحدة منهم. أنا كان سني في الوقت ده 13 سنة، وبدأنا الحكاية إنهم كانوا عاوزين يصوروا مكان عشان مصر كانت عاوزة تضرب المكان ده، فطلع لي حاجة كده زي الكاميرا، بس قال لي خلي بالك الموضوع ده ولو حد عرف عنه هيبقى فيها موت. في الأول أبويا قال له آه، ولا فيش ما عنديش عندنا مشكلة لو العيال كلهم، إحنا كلنا في هذا الوطن. أنا والدي كان من المجاهدين، وإحنا جنبا إلى جنب القوات المسلحة، عارفين كل شبر في الأرض دي. إحنا لما بنلاقي المجموعة ماشية عناصر تكفيرية بنفضل ماشيين لما بنطلعهم زي الفيران. جمال شيء ثمين بالنسبة لابن البادية بمعنى. والإبل كان زمان اشتغل من خلال نقل المعدات العسكرية. سبقات الهجن رسالة واضحة وصريحة للعالم كله إن سيناء ومصر خالية من أي إرهاب. حيث تتسابق الأصائل السماء والأملاك. اليوم أمن وأمان، وزي ما أنتم شايفين تقام السباقات وتقام الأفراح والناس في فرح وسرور. الكلام كلام الناس وكلام الشارع إنه السيسي عمل طفرة في سيناء خاصة، في مشروعات تنموية أقيمت وكانت سيناء محتاجاها من بدري.